السلام عليكم الدكتور عبودي عادل، طبيب مركز الجهوي بتحقق التام بتطوان. اولا شهر رمضان مبارك للجميع، ادعو الله على الامه الاسلاميه بالخير والبركات. كما كتعرفوا اليوم غنطلقوا واحد الموضوع مهم جدا واللي كيكون دائما فيه تساؤلات كثيره، هو الصيام والتبرع. كنعرفوا هذا الشهر شهر رمضان هو شهر المحبه، شهر العطاء، شهر السخاء، وكيكون الناس كيبغيو يتبرعوا فيه. هناك بعض المعتقدات ان واش ممكن لي مثلا تبرع في النهار. حنا كنترتئوا والعلم كيقول لك ان ممكن الانسان يتبرع ماشي ما يتبرعش، ولكن من الاحسن والافيد ديالو ان ما يتبرعش في النهار، لان كيكون واحد الساعه طويله ديال الصيام والعطش والجوع، والجسم ديالنا ما كيقدرش يقاوم الا خدينا له واحد الكميه كما كتعرفوا كتكون تقريبا 450 مللتر ديال الدم. فكيرتئوا ان يكون هناك تبرع في المساء بعد الافطار، بعد ما الانسان كيكون واحد الجسم ديالو ارتاح، شرب السوائل، اخذ الاكل ديالو، الجسم ديالو كيكون عنده واحد الطاقه جيده باش يعطي الدم ديالو. ولهذا كتجبرونا ان في مراكز تحقن الدم في المغرب كلها كتنظم خيمات رمضانيه في الليل فبعد صلاه التراويح باش كيجيو المصلين يتبرعوا، وكنعوضوا ديك النقص اللي كيكون في النهار، لان الانسان كيكون صايم ما يقدرش يتبرع. ثانيا اللي خصنا نعرفوا مهم جدا ونحثوا عليه جميع المتبرعين، ان الا بغينا نتبرعوا في الليل في المساجد ما خصناش نكثروا من الاكل. مثلا الناس اللي كتفطر وكتبغي تمشي تصلي وتبغي تتبرع، ديك النهار خصو يكون يشرب السوائل اكثر، ما ياخذ من ديك المملحات، المقليات، السكريات، المعجنات، لان كما كنعرفوا في عمليه التبرع بالدم ممكن الانسان كيجيه بعض الحالات غثيان او لقيء. علاش؟ لان كيكون ديك الثقل ديال الهضم وديك المعده اللي عامره بالمأكولات الغير صحيه، اللي خصها تكون واحد التوازن غذائي كنعرفوا حتى في الايام العاديه، يكون يشرب الماء بزاف، سوائل، ما يكثرش من الدهنيات، السكريات، الحاجه اللي عاد تقدر تاثر عليه. اذا هذا واحد شيء مهم. كذلك هناك تساؤل، واش الا فطرت تبرعت في الليل يمكن ياثر لي على ذاك النهار كيفاش غندوز غدا الصيام؟ خصنا نعرفوا ان الجسم الانسان سبحان الله الجسم ديالنا كيعوض ديك السوائل وكيعوض ديك المواد ديالنا بشكل سريع. الخليه ديال الدم كتنشط بشكل 24 ساعه، فما يمكن حتى شي ضرر على الانسان اذا كان بصحه جيده، ما عندوش امراض مزمنه، عنده واحد الصحه ديالو من 18 60 سنه كما كنعرفوا، يجي يتبرع في الليل امن بدون مشاكل كيلو، يقدر يدوز النهار ديالو غدا الصيام عادي. اذا كنطلبوا ان الناس يجيو بكثره يتبرعوا في الليل في المساجد اللي كتكون خيمات رمضانيه، ونحاولوا نوفروا هذه الماده اللي هي انقاذا لحياه الاخرين. وكنشكروا جميع المنابر الاعلاميه ومنها اليوم 24 اللي اليوم جات باش توعي الناس وتوعيكم. وكما كنعرفوا اذا كانت هناك صدقه وزكاه المال فصدقه البدن هي التبرع بالدم، ففي هذا الشهر الفضيل اللي كتكثر فيه الحسنات كثروا من الحسنات ديالكم من خلال التبرع بالدم، وشكرا.